نادي عمار رئيسة جمعية ألب أطلس. حنا في الدورة السادسة للحاق الجبلي زيان. هذا اللحاق اللي البرنامج ديالو بدا اليوم عن طريق سباق الأطفال بمشاركة مجموعة من المؤسسات التعليمية. الهدف الأساسي هو التربية على ممارسة الرياضة. الفئات العمرية اللي كانت مشاركة عندنا براعين وفئات الصغار، حاولنا ركزنا عليها لأنهم هما الناشئة المستقبلية لتنمية الرياضة بالإقليم وتطوير ديالها. البرنامج الثاني عندنا في أقل مام يوم الأحد إن شاء الله. كما شاهدتوا كانت واحد المشاهدة ديال 200 طفل من جميع المؤسسات اللي احنا بطبيعة دور ديالنا كنشكروهم وكندعموهم، وكان جميع السلطات اللي كانت مدت لنا يديها من عمل إقليم خنفرة ومجالس جماعية ومحتضنين وإعلام وسلطات محلية. احنا كنشكروهم وكنشدوا بيدهم حرارة وتنقولوا بأن الدورة كانت ناجحة وتنضربوا لكم موعد في الدورة إن شاء الله السابعة اللي تكون أحسن وأحسن، كتشرف القيمة ديال هذه المدينة اللي كتستحق الأكثر. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.